مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعثت التلفزيون المصري تحيي حضرتكم من متحف الفن الإسلامي بوسط القاهرة الكبرى، حيث سيتشرف هذا المتحف وسادة الحضور بحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يكسو هذا المتحف كساء جديدا وثوبا قشيبا بعد أن امتدت إليه يد الغدر الآثمة، اليد الإرهابية في عام 2014، مما نالت من واجهة هذا المتحف الجميل الذي يعبر عن شخصية مصر وآثارها ومقتنياتها وتحفها الإسلامية. لكن مؤسسة الرئاسة لا تألو جهدا لخدمة الحضارة المصرية بدءا من فجر التاريخ وحتى الآن. السيدات والسادة، أرقم نيات وعطر تحيات أيمن الحبال وغادة الفيق ومحمد إبراهيم على رأس البعثة التلفزيون المصري لحضرتكم، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وقائع الافتتاح بعد أعمال الترميم التي بدأت منذ عام 2014 وحتى الآن. السيدات والسادة، متحف الفن الإسلامي الذي كان يعرف قديما باسم دار الآثار العربية، بدأت فكرة جمع الآثار العربية والإسلامية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء منذ عام 1869، حيث أشار فورتس بيك وكان يملك تحفا كثيرة ومقتنيات إسلامية من كافة الأقطار العربية وغير العربية. لكن الخديوي آنذاك في عام 1869 أشار عليه بجمعها ووضعها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم. ولما اكتظ الإيوان الشرقي بجامع الحاكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، خرجت فكرة أن يكون وسط هذا الجامع للملمة هذه المقتنيات الإسلامية. السيدات والسادة، متحف الفن الإسلامي المعروف سابقا باسم دار الآثار العربية يحتوي على أكثر من 100,000 قطعة أثرية تم انتقاؤها من كافة البلاد العربية والإسلامية، والمتحف يعتبر تحفة معمارية من حيث التصميم، حيث يعكس سمات العمارة الإسلامية، ويعد أكبر متحف إسلامي في العالم، حيث يضم مجموعات متنوعة من التحف والفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران والجزيرة العربية والشام ومصر وشمال إفريقيا والأندلس. شهد متحف الفن الإسلامي منذ 3 أعوام الكارثة التي كادت تودي به، لذا كان لزاما على الجميع أن يعيد افتتاح المتحف في ثوب جديد. لقد صدر المرسوم الخديوي في عام 1881 بتشكيل لجنة لحفظ الآثار العربية، ولما ضاق جامع الحاكم بها وضعت في صحن الجامع، ومن ثم بني المتحف الحالي بميدان أحمد ماهر بشارع بورسعيد، أو الذي كان يسمى الخليج المصري قديما، وكان يعرف الجزء الشرقي للمتحف بدار الآثار العربية والجزء الغربي باسم دار الكتب السلطانية. السيدات والسادة، افتتح المتحف لأول مرة في 28 ديسمبر 1903 المصادف للتاسع من شوال من عام 1320 من الهجرة في ميدان باب الخلق، وهو أحد أشهر ميادين القاهرة الإسلامية وبجوار أهم نماذج العمارة الإسلامية في عصورها المختلفة، الدالة على ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية من ازدهار وتقدم ورقي، مثل جامع ابن طولون وقلعة صلاح الدين الأيوبي المعروفة باسم القلعة ومسجد محمد علي بالقلعة أو مسجد القلعة. كان هذا المتحف هو متحف الفن الإسلامي السيدات والسادة يسمى بدار الآثار العربية، وقد سمي باسم متحف الفن الإسلامي منذ عام 1952 لاحتوائه على تحف وقطع فنية صنعت في وقت صناعتها في عدد من البلاد الإسلامية مثل مصر والهند والصين وإيران وتركيا والأندلس والجزيرة العربية وشمال إفريقيا. وبعد انتهاء أعمال التطوير سيشرف هذا المتحف والسادة الحضور بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
بافتتاح هذا المتحف لإعادته من جديد، وقد كساه حلة بهية. في عام 1869 قام فرانتس باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وازدادت العناية بجمع التحف، وقد أنشأت لجنة لحفظ الآثار العربية عرفت باسم لجنة حفظ الآثار العربية، وذلك في عام 1881، واتخذت من جامع الحاكم مقرا لها. ولما ضاقت المساحة في صحن الجامع استقر الرأي على بناء المبنى الحالي في ميدان باب الخلق تحت مسمى دار الآثار العربية، ووضع حجر الأساس في عام 1899، وتم البناء في عام 1902، ثم نقلت التحف إليه وتم افتتاحه في 28 من ديسمبر من عام 1903. كان عدد التحف التي افتتح بها المتحف آنذاك كما تقول بعض الإحصاءات التاريخية 7000 قطعة وتحفة ومقتنية من المقتنيات الأثرية، وقد أهدي معظمها من الأمراء والملوك والهواة. وها هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، يشرف المتحف بالحضور لافتتاحه في ثوب قشيب، ويرافقه السيد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وفي استقباله صاحب السعادة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسادة كبار مستقبلي فخامة الرئيس. مصافحة وسلام كله ود واحترام متبادل وتقدير لمصر ومؤسساتها السياسية ولرئيسها وحكومتها على ما يبذلونه. كبار المستقبلين يستقبلون فخامة الرئيس، مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، حيث يدشن افتتاح المتحف فن الإسلامي الجميل. السيدة والسادة، إن هذا لهو الاهتمام الأكيد من مؤسسة الرئاسة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يوليه لهذا المتحف وللآثار العربية والإسلامية والحضارية بشكل إنها للحظة تاريخية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، ويدف الآن فخامة الرئيس داخل المتحف مع كبار مستقبليه ليرى ويتفقد ما صنعته يد العربية، ما صنعته يد العروبة، ما صنعته اليد المصرية. السيدات والسادة، اشتمل المتحف متحف الفن الإسلامي الذي تظهر لوحته التذكارية أمام حضرتكم الآن على العديد والعديد من الهدايا التي جمعت من مصر والصين والهند وإيران، بلاد فارس وتركيا وشمال إفريقيا وبعض الدول العربية والإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السادة الحضور الكريم، أرحب بحضراتكم جميعا لنحتفل سويا بقصة انتصار جديدة للدولة المصرية على الإرهاب الغاشم الذي حاول يائسا النيل من عظمة الحضارة المصرية العريقة. الإرهاب تعرض بشكل مباشر لمتحفين، متحف ملوي يوم 14 أغسطس 2013، زي الصورتين العليتين ما يبينوا، دخلوا كسروا المتحف، حرقوا القطع وسرقوها، واللي ما قدروش يسرقوه حرقوه في مكانه، يعني ما كانش السرقة الهدف الوحيد. الحمد لله افتتحناه يوم 22 سبتمبر الماضي ورجع أروع من الأول بكتير. القصة الثانية اللي بدنا نحتفل النهاردة بالانتصار عليها، يوم 24 يناير 2014
عندما قامت سيارة مفخخة بالتفجير أمام مديرية أمن القاهرة، وهشمت واجهة المتحف، وهشمت 179 قطعة أثرية. الحمد لله وزارة الداخلية أنهت الأعمال، ومديرية أمن القاهرة رجعت أحسن من الأول، والنهاردة متحف الفن الإسلامي بعد عامين من العمل بنفتتح إعادة تأهيله، ورجع أروع من الأول الحمد لله. متحف ده أكبر متحف فنون إسلامية في العالم، في حوالي 100,000 قطعة أثرية، هو المرجعية الأساسية للفن الإسلامي في العالم. فكرته بترجع ل 1869، المبنى اللي احنا موجودين فيه عمره 113 سنة، حيث افتتح سنة 1903 بواسطة الخديوي عباس حلمي الثاني، وأطلق عليه سنة 51 متحف الفن الإسلامي. قام بتطوير عدة مرات، أشهرها سنة 1983. التطوير الأكبر والأهم افتتح 2010، ولولا الدعامات الحديدية اللي عملوها كان المتحف تعرض لأذى أكتر من كده بكتير في تفجير يناير 2014. والنهاردة ده البلان بتاع المتحف. المتحف المدخل الرئيسي في النص، اليمين ترتيب زمني مع عقارب الساعة الأموية العباسية الفاطمية، وعلى الشمال هي قطع قاعات بتحكي قصص داخل المتحف. في مشروع التأهيل كان عدد القطع 1475 قطعة، زودناه إلى 4400 قطعة أثرية. المخزن فيه حوالي 95,000 قطعة أثرية، في 400 قطعة بيعرضوا لأول مرة للجمهور. تم إضافة 16 فترينة عرض جديدة هم الأفضل والأعلى تقنيا في العالم، وثلاث قاعات جديدة داخل المتحف. دي كانت قصة نجاح شارك فيها كثير من الدول الصديقة، على رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي قدمت منحة قدرها 50 مليون جنيه، وتم التنفيذ بواسطة جهاز المخابرات العامة. كما قام مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة بالتعاون مع الحكومة السويسرية بتقديم مبلغ مالي للمساهمة في واجهة المبنى التي تهشمت. أنشئ المتحف في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني، وتم افتتاحه عام 1903. وقد مر المتحف بمراحل تطوير مختلفة، كان آخرها عام 2010. وفي 24 من يناير عام 2014، تعرض المتحف لخسائر كبيرة وتدمير واسع، متأثراً بانفجار إرهابي استهدف مديرية أمن القاهرة في مبناها المواجه للمتحف، وتم تدمير العديد من المقتنيات الأثرية التي يضمها المتحف. إلا أن المصريين الذين يهيمون عشقاً لهذا البلد لم يقفوا مكتوف الأيدي، فمصر أبية شامخة بقدرة أبنائها على التحدي والبناء. ولكي تكتمل منظومة التقدم والتألق، سارعت دولة الإمارات الشقيقة بالمشاركة في هذا الصرح القومي الحضاري لكي تتضاعف الإنجازات. قامت دولة الإمارات بتقديم كافة صور الدعم المادي من أجل إعادة المتحف إلى ما كان عليه كأحد أهم متاحف الفن الإسلامي على مستوى العالم. وتمت الأعمال بواسطة جهاز المخابرات العامة المصرية، وجرت أعمال التطوير والترميم بأحدث الأساليب، وتم تطوير العرض المتحفي بواسطة سواعد ماهرة من المرممين والآثاريين وفريق العرض المتحفي الذين ساهموا بالكلمة وبالفعل في إظهار جمال وإبداع فنون الحضارة الإسلامية.
ولأننا قادرون على التحدي، قادرون على أن نزرع الأمل. تم التنفيذ وفق برنامج زمني لترميم المتحف وإعادة تأهيله من خلال الترميم الداخلي والخارجي، كما تضمنت أعمال التطوير تقوية زجاج واجهات المتحف وقاعات العرض، تحديث وتأهيل المنظومة التأمينية بالمتحف من خلال كاميرات للمراقبة وغرفة مركزية للتحكم. تم تطوير بعض القاعات واستحداث قاعات جديدة بالمتحف، مثل قاعة عصر محمد علي وقاعة أخرى تحتوي على مقتنيات نادرة من السلاح والعملة، وتم إطلاق اسم الشهداء عليها تأكيداً على العلاقات الأخوية التي تربطنا بالأشقاء في دولة الإمارات، وتكريماً لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سيبقوا رموزاً مضيئةً في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية. ولا ننسى كذلك الدور الهام الذي قام به كل من مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة والحكومة السويسرية في تقديم الدعم لترميم واجهة المتحف ودار الكتب التي تضررت كثيراً بسبب الانفجار، وكذلك المنحة المقدمة من اليونسكو لتطوير معامل المتحف، فضلاً عن منحة الحكومة الإيطالية المخصصة للتدريب وبعض الفتيات. أشرقت شمس حضارتنا الإسلامية، ليظل هذا المتحف خير شاهد على عظمة التاريخ الإسلامي وتميز فنونه التي تعكس أسمى معاني الاعتدال والتسامح، وأيضاً تأكيداً على ما بين مصر والإمارات والمنظمات الدولية وباقي شعوب العالم من تاريخ طويل من التعاون المشترك وعلاقات راسخة تسمو فوق كل الاعتبارات. تحية لكل من ساهم في هذه الملحمة التاريخية والتي جعلت من متحف الفن الإسلامي منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر العصور. طبعا زي ما قلت في الأول، هي رسالة للعالم إن إحنا اللي الإرهاب حاول إنه ينال منه بنرجعه أحسن من الأول، وإن شاء الله بإذن الله قريبا جدا هنكمل مسيرة المتاحف المصرية. إن شاء الله بإذن الله في خلال أقل من 4 أسابيع هنفتتح قاعة كبيرة في متحف القومي للحضارة المصرية اللي كان عالقا من 6 سنوات، وبإذن الله في خلال 12 شهر افتتاح جزئي المتحف المصري الكبير بإذن الله. وأنا على ثقة إن كل الافتتاحات دي وعلى رأسها المتحف الإسلامي هيساهموا بشدة في عودة السياحة لمصر إن شاء الله، إنها رسالة طمأنينة وإن إحنا حريصين على الآثار بتاعتنا. بعد إذن فخامتك، إحنا دلوقتي هنعمل جولة لمدة 30 دقيقة هيقوم بالشرح فيها زميلي دكتور أحمد الشوكي مدير المتحف الفني الإسلامي، وإحنا إن شاء الله عشان نخاطب العالم بكرة الساعة 5 بإذن الله عازمين أشقائنا العرب والسفراء والسفراء الأجانب، عاملين جولة إرشادية لمدة ساعة، هيعقبها حفل في الفناء، حفل تخت شرقي وموسيقى شرقية عشان العالم كله يجي يغطيها ويعرف إن إحنا أمان وإن الحمد لله المتحف رجع أحسن من الأول. أشكر حضراتكم. متحفية في الحضارة والفنون الإسلامية للأطفال والكبار أيضا. لقد شملت عملية تطوير متحف الفن الإسلامي منذ عام 2014 وحتى الآن على مدار 3 أعوام نظامين أو أسلوبين. الأول يمتد إلى ترتيب قاعات الخاصة اللي يعتبر واحد من أزهر العصور اللي كانت موجودة عندنا في العصر الإسلامي، وعلى الرغم أنه كان عصر حربي وكان فيه انصارات على أيضا كان في من الفنون زي سلبيه المصحف خالد شريف بعضها المصحف بعضها حجم كامل حجم صغير بعض المنور حط عليها شماعي، وفي نفس الوقت المشكلات الرائعة اللي بيعتبر متحف الفن الإسلامي أكبر متحف في العالم بيحتوي على هذه المشكلات. وقد شملت عملية التطوير تهيئة القاعات وفقا للتسلسل الزمني،
التي انحدرت منها التحف والآثار والمقتنيات الإسلامية بدءا من الخلافة الراشدة والعصر الأموي والعصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني والنفوذ التركي في الخلافة العباسية ثم الخلافة العثمانية وآثار ومقتنيات وتحف الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية والدولة الطولونية بقيادة أحمد ابن طولون والدولة الإخشدية بقيادة محمد ابن طفق الإخشيدي ومرورا بعصر الدويلات والأندلس ومصر وشمال إفريقيا. في عملية التطوير تم ترتيب القاعات وفقا للتسلسل الزمني. أيضا شملت عملية التطوير مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إدخال أحدث نظم الإضاءة والتأمين والإنذار، كما شملت عملية التطوير أيضا إدخال أحدث الفتارين التي تستخدم لعرض المقتنيات. في متحف الفن الإسلامي أيضا السيدات والسادة مكتبة في الدور الثاني، مكتبة ضخمة جدا تضم ما يقرب من 13,000 كتاب موزعة على جميع الحقب الزمنية. كما تم إعداد حديقة المتحف بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه، فضلا عن تهيئة المنطقة المحيطة بحرم المتحف بما يترافق ويتوافق مع تنشيط حملة علمية للتوعية بالآثار الإسلامية. وقد تم تزويد متحف الفن الإسلامي في عمليات التطوير بوسائل تأمين حديثة لحمايته من السرقة وتأثير العوامل المناخية وعوامل التعرية التي تحدث أثناء الصيف والشتاء. شملت أعمال التطوير أيضا إنشاء مدرسة متحفية للأطفال وأخرى للكبار وإنشاء مبنى إداري بجوار المتحف على قطعة أرض مساحتها 270 مترا. واستهدفت عملية التطوير الحفاظ على المبنى كقيمة تاريخية إضافة إلى ما يضمه من كنوز أثرية ومخطوطات علمية وقطع أثرية ولوحات تحكي التاريخ الإسلامي عبر حقبه التاريخية المتفاوتة. السيدات والسادة، مقتنيات متحف الفن الإسلامي كثيرة جدا، حيث يضم المتحف مقتنيات تتجاوز 100,000 تحفة تغطي ما يقرب من 12 قرنا هجريا من الزمان. ويزخر بالتحف الإسلامية مختلفة المنشأ ابتداء من الهند والصين وإيران والجزيرة العربية والشام ومصر وشمال إفريقيا والإسبانيا التي كانت تعرف قديما بالأندلس. تم تزويد المتحف بعدد كبير من محتوياته عن طريق الهبات، وقام الملك فؤاد الذي قدم مجموعة ثمينة من المنسوجات والأختام والأمير محمد علي والأمير يوسف كمال والأمير كمال الدين حسين ويعقوب أرتيم باشا وعلي إبراهيم باشا الذين زودوا المتحف بالآثار والتحف الإسلامية والتاريخية النادرة. السيدات والسادة، إن اهتمام القيادة في مصر بمتحف الفن الإسلامي لهو خير دليل على تمسكها بالأصالة وبالتراث وبعبق الماضي وواقعه، حيث المشغولات الفنية والمقتنيات التي تتعدد وتتنوع بين المعادن والأخشاب والمنسوجات والسجاجيد والأقمشة والعملات والمعادن والسلاح والذهب، وحملت كل قطعة أو بعض هذه القطع حملت بعض أصحابها الذين لهم بيوت في مصر الأثرية، مصر الحضارة، مصر الثقافة والتاريخ، مثل زينب خاتون ولها بيت يحمل اسمها أيضا في هذه المنطقة بوسط القاهرة. لقد تم اختيار منطقة متحف الفن الإسلامي الذي كان يعرف قديما باسم دار الآثار العربية وتحول اسمه إلى متحف الفن الإسلامي في عام 1952، لأن الآثار والمقتنيات والتحف الموجودة فيه لم تأتي من الدول العربية والأقطار العربية فقط، بل أتت وجاءت من دول غير عربية كما قلنا مثل الصين والهند وإيران وتركيا والمغرب العربي وإسبانيا. هذه الأماكن التي لا تندرج تحت الدول العربية ساعدت على تغيير اسم المتحف من متحف الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي. لقد تعرض متحف الفن الإسلامي إلى عمليتي تطوير منذ إنشائه في عام أو البدء في إنشائه في عام 1869 إلى صدور قرار الإنشاء في عام
1881 والبدء فعليا في إنشائه في عام 1889 ثم الانتهاء من إنشائه في عام 1903 وافتتاحه ب 7000 قطعة أثرية. تم جمع هذه القطع الأثرية في هذا المكان لينقسم إلى قسمين، النصف أو الجهة اليمنى للداخل من الباب الرئيسي على يده اليمنى وكانت تخضع للمقتنيات والتحف الإسلامية، أما الشق الآخر وهو في الجهة المقابلة في الجهة الغربية أو الجهة الشمالية وكان يخضع وكان يسمى به دار الكتب السلطانية، حيث كانت تضم كتب السلاطين والخداوية الذين يحكمون مصر آنذاك وملوك وأمراء الدول العربية وغير العربية آنذاك الذين تبرعوا وتطوعوا بمقتنيات وقطع أثرية وتحف نادرة. السيدات والسادة، خضع متحف الفن الإسلامي لعمليات تطوير في عام 2002 وانتهت عمليات التطوير في عام 2010، وخضعت هذه العملية التطويرية على ما يقرب من 8 أعوام من 2002 إلى 2010، لكن لم تلبث يد الغدر الآثمة التي تريد أن تخرب الحضارة، التي تريد أن تخرب التاريخ وتقضي عليها مشاهدينا الكرام في عام 2014، إلا أن الحكومة بتوجيهاتها ووزارة الآثار ارتأت إعادته في ثوب قشيب، وها نحن نفتتح اليوم.